ربنا يخليك بقول يا لك رب ايه يا ساره؟ ساره نعم قولي نعم 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 سارة انتي في سنة كام يا سارة؟ قولي في سنة كام؟ في سنة كام في المدرسة؟ اه المايك يا عشان استاذ يوسف الواحدة وقعت سارة قولي لنا يا سارة سيبيه خلاص يا سارة سيبيه 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 يا سارة سارة انتي في كام في سنة كام في المدرسة؟ سيبيه يا سارة خلاص سيبيه سيبيه سنة كام؟ ايوه ماشي حطيه تاني ماشي شكرا يا سارة انتي في سنة كام بقى؟ يا سارة قولي انتي في سنة كام؟ ولا نمشي؟ ها؟ لا طب قولي يلا سنة كام؟ أولى أولى إيه؟ أولى ابتدائي اه مدرسة إيه؟ النور النور يا حبيبي أنت بتحبي قولي يا سارة أنت بتحبي إيه أكتر حاجة تاكليها؟ مكرونة المكرونة؟ مكرونة بتاعت مامي؟ طيب قولي لنا كام الحمد لله في حاجة كويسة استني أفتحه مثلا لا سيبيه طب كلمينا شوية عن كان أول مسابقة اشتركت فيها اه يا فندم المفروض هو ملتقى المواهب لذوي القدرات الخاصة بالظبط سنة 2018 كان عندها 5 سنين اه فيعني انا طبعا عشان اشترك لها ده كانت يعني كنت بجرب بصراحة يعني ما تخيلتش بس هي بصراحة هي في كل مرة ما شاء الله بتبهرني يعني لا خليه تحت عشان الجهاز ده لا حرام تعالي يا سارة ايوه جنبي كده خليه هنا كده بعد اذن سارة كان ساعتها عندها 5 سنين واحنا قدمنا لها كان عامل اعاقة سنة 2018 ممكن بقى ناخد شويه مؤدبين شويه انا عايز اشغل طب لما بصي احنا شويه كلنا هنمشي ماشي فخلينا بعد بعد الفاصل بالظبط فهنعزف تاني بس شويه نتكلم مع ماما شويه سنة 2018 قدمنا لها في الملتقى الانسانيه وطلعت عزفت على المسرح فعلا اول مره خالص فطبعا رد فعل الناس ما شاء الله كان حاجه جميله الحمد لله لغايه لما الحمد لله رب العالمين بعد كده قدمنا لها في مسابقه المواهب الذهبيه كانت تابعة وزارة الثقافة سنة 2019 وخدت جائزة لجنة التحكيم الخاصة الحمد لله وكرمتها دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في دار أوبرا طبعا كانت حاجة جميلة جدا بعد كده اشتركت مع فريق اسمه شعيع النور هو فريق عندنا في اسكندرية تابع لوزارة شباب رياضة ومركز شباب النصر هو من ذوي الاحتياجات بس هم ما شاء الله عليهم يعني قدراتهم فوق المستوى اللي تتخيلي من حيث الغناء ومن حيث ثقة في العزف واخدوا مسابقة المركز الأول في المسابقة في الحلم المصري وسارة خدت المركز الأول في العزف الفردي معرفش ازاي كويس لا موهوبة سارة هي بالنسبة لسنها طبعا يعني أكيد. هي بتلعب لا وان هي بتعمل ده من البداية خالص عن طريق السمع بس هي سارة لسه ما اتعلمتش اي نوتة طبعا موسيقية خالص هي دوبك كنا يعني بنحاول نتعلم المبادئ دوريمي بس هي ما شاء الله السمعي بتاعها ان هي تسمع الاغنية وهي تجرب مع نفسها زي ما حضرتك كده بشكل ما شاء الله يعني طبيعي جدا حتى ذوقها يعني انا مش عارفة افرض عليها تختار اللي هي عايزة